السلام عليكم، معكم حسن عاشق، مصمم ازياء على الطريقه العصريه. تقريبا شي 17 عام دابا جديد الطومين، على 60 14 عام. كانت البدايه ديالي بان دخلت المحل عند الوالد ديالي كنتعلم الصنعه، وبديت دقه دقه الحمد لله. ملي اكتسبت التجربه في المحل وانني نسير المحل مزيان وانني نشد العبار وانني نفصل وانني شحال من حاجه، عاد دخلت خدي الدبلوم ديالي ديال الموديليست. الحمد لله ما لقيتش شي صعوبات. علاش؟ لانني كانت عندي الرغبه اصلا باش غنتعلم هذا الدومين هذا، ولقيت الوالد ديالي جنبي حتى هو في الدومين، هو اللي زاد حفزني اكثر في هذا الدومين. التجارب الشخصيه الحمد لله، اي حاجه طاحت لك على بالك في التقليدي ولا في العصري ممكن نخدمها. ودرت شله تجارب الحمد لله، درت ديفيليات، درت في مازاغون، درت في الغولف، درت في كازا مع الشركه ديال ليليان في 2014. لبست عده فنانين، منهم داوديه، منهم الفنانه اللي كانوا كيتفرجوا فيها كاع المغاربه في الفيلم ديال سامحيني فريده، منهم منار، منهم شحال من حاجه. الحمد لله هو الصوره ديالو مزيانه. وما تنساوش واحد القضيه، ان هذا الدومين هاز درابو ديال المغرب في اي بلاد مشي لها. قفطان ماروك معروف في المغرب في جميع الدول. في الاول القفطان كان معروف للراجل، هو اللي كان كيلبس القفطان. في عهد الجاهليه كان القفطان معروف للراجل، ومن بعد بدا القفطان كيتلبسوا المراه وغادي وكيتطور. دابا القفطان راه مشى لواحد الصيحه كبيره في العالم، انه مشى لشي حوايج اللي ما وصلش لهم حتى شي ميدان في العصريه ولا في البلدي. اشمينا الحمد لله كلشي يلبس القفطان. علاش؟ كيلبسوا الفقير، يلبسوا اللي عنده المتوسط، اي واحد يلبس القفطان. ودابا اصلا كاع ولا الكراهه، اي واحد كيلبس القفطان في العرس، في المناسبات، في اي حاجه. ومع مناسبه العيد راه ضروري كيكونوا جليبات. كنكون عندنا الخدمه حنا باكتظاظ شويه، كنحبسوا قبل الوقت باش نكونوا مع الناس ومع الكليان مزيان. عندك الحق، في الاول كان عندي هوايه، كنت كنمشي للمحل عند الوالد في مدينه الصويره، هذيك هي المدينه اللي كنرجع لها الفضل، هي اللي تعلمت فيها. كنت كندخل كنعشق، كنهز كنقطع طروفه، كنصايب لبيسات صغار، كنقاد شحال من حاجه، كنت باقي كنقرا ديك الساعات. ومن بعد راه ولا دابا مصدر الرزق ديالي الحمد لله، وعايش به بخير وعلى خير انا والوليدات ديالي الحمد لله. انا معايش به جوج وليدات، تعيش به جوج وليدات، تعيش به العائله ديالك. ولا مشيتي فيه بالمعقول وبالصفه تقدر تعيش به حتى ثلاثه العائلات وما عندكش المشكل. ماشي بزاف ديال الحوايج اللي ناقصين، غير الشهره هي اللي ناقصه. هادشي اللي كاين. هما بنادم اللي بغيتي توصل للعالميه بشويه بشويه توصل لاي حاجه بغيتيها. وفي حياتك الا بغيتي تكون مزيان خصك تكون صيد، تكون عندك الصدق وتكون عندك المواظبه وتكون عندك تخدم مزيان. هذا هو اللي كاين الا بغيتي توصل. الحمد لله دابا انا عندي مشروع دابا ان شاء الله في دبي، في 2020 تعرض عليا واحد المعرض غتكون فيه تقريبا 3 شهور، وغادي ندوزو فيه ان شاء الله 3 شهور. ولكن ان شاء الله وعجبني الحال نقدر نواظب تما ونبقى تما، ولكن ما غاديش نتخلى على البلاد هي اللي هزتني نهار الاول، وهي اللي غادي الحمد لله غادي يكون فيها كلشي. وان شاء الله كنتمنى انا المشروع ديالي الجاي انني نعمل سونتر كبير ويكون ميزون دو كوفتان حسن. هذا هو المشروع اللي عندي في دماغي. هذا حلم اللي كنقول لك دابا. انا الحلم انني نوصل للعالميه، بعدا يكون الصوت ديال حسن مصمم كيتسمع في التلفازه، كيتسمع في الراديو، كيتسمع في الانترنت، كيتسمع في جميع البلايص الاعلاميه. كنتمنوا جميع الناس اللي لقاو شي صعوبات الا في الخياطه ولا في الدهاز ولا في شي حاجه، حسن حال الباب ديالو لاي شاب واي شابه بغات تزوج. مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم عند حسن عاشق، مصمم ازياء على الطريقه العصريه، كراء الالبسه وبيع، بيع جلابة جاهزة، بيع الأثواب على جميع الأشكال ديالها، وأي حاجة بغيتوها عند حسن مرحبا بكم، والثمن راه جد مناسب. مرحبا بكم وألف مرحبا.